السلام عليكم. اليوم غادي نديرو غراتان او صينية بالبطاطا والدجاج، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. اول حاجة هي غادي ناخدو هاد الدجاج لانها خديتو نقطع ونزيدو نصغرو شوية اللي نقادوه. غادي نقطعوه انا هنا عندي 500 غرام ديال السكر لادانت، ودابا غنديروا لي واحد التتبيله ديال العطريه. انا غنبدا بالكركم، الكركم غادي نديروا البزار، غادي نديروا سكر جبير، غادي نديرو القزبر يابس، غندير واحد شويه ديال الكمون، راس ديال المعلقه، وهنايا عندي المعدنوس، وغادي نحك واحد جوج ريوص ديال الثومه. ندير واحد جوج معالق ديال الزيت البلديه، وغادي نخلطو الخليط ديالنا مزيان، ونخلي واحد الساعه تقريبا حتى يشرب العطريه ديالو. دابا غادي ناخذ واحد الكيلو ديال البطاطا ونقطعو على هذه الطريقه، نقطعو بيدينا أو نديرو ليه بحال هكا كرادة، كتجيني هاد الطريقة أسهل. أنا رب هادي هي الطريقة، كتجي ساهلة. نوريكم انا غادي نكمل الكيلو ديالي ونعقل معاكم. ناخذ واحد جوج حبات صغار ديال البصله او وحده كبيره ونقطعوهم. ندير واحد نص كاس ديال الزيت، تقريبا نص كاس، وغادي نحطو فيه البصله اللي حنا قربنا، غادي نديرو شويه الملحه وحتى التتبيله ديال الدجاج ديرو الملحه، راه نسيت ما قلتهاش لكم. غادي نحطو البصله تشحر ديال تشحر ونكملو الغديوه ديالنا ان شاء الله. هنا البصله بدات كتبان لينا، غادي نزيدو عليها الدجاج. نخليه حتى يطيب. هنا بعد ما درت الزيت وحما لينا، غادي نحطو فيه بطاطا تقلى. هنا نخلي البطاطا حتى تحمر لنا شويه وغادي نخيدوها. نحطوها فوق واحد الورق، واحد الورق اللي كينشف لنا الزيت. هنا الدجاج عندنا واجد طاب، وما درت فيه حتى نقطه ديال الماء، غير البصله اللي طلقت الماء ديالها كتشوف بها تحمر. غادي نطفي عليه. دابا غادي
دابا غادي نوجدو البيشاميل، نذوبو الزبدة، وغادي نزيدو عليها الدقيق واحد القياس، ونحركو مزيان. دابا غنزيد واحد جوج كيسان حتى لثلاثة ديال الحليب، ناخدو الطراب واحد شوية الملح، غادي ندير واحد راس معلقة ديال الابزار، واللي عندها الكوزات ديرها، غادي نخلطو مزيان. هنا الا جاتنا تقيلة نزيدو شوية الحليب، ونبقاو نحركو حتى تنسجم مع بعضياتها. دابا غادي نزيد الفرماج، هاد الفرماج انا عندي طبيعي فرماج بيض، ممكن نزيدو اي فرماج عندنا. نخلط الخليط ديالنا مزيان، هاد الفرماج كتجي لذيذة بزاف، ودابا غادي نمشيو نوجدو الصينية ديالنا باش ندخلوها الفران. غادي ناخدو المول ديالنا، وغادي نزلو فيه واحد النص ديال البطاطا، الدجاج اللي حنا وجدناه، غادي نزيد البطاطا اللي بقات ليا، غادي نزيد فوق منها الدجاج، ودابا غادي ندير البيشاميل. كتشوفو جات خاطرة، حاول بزاف تعمل. ودابا غادي ندير الفرماج، انا عندي هنا الفرماج الاحمر كيف كنقولوا ديال الكره، حكيتو غادي نديرو اي فرماج عندنا نديروه. كيف كتشوفوا خرجتها من الفران مازال بقى سخونه، هتبرد شويه ونقطع معاكم طريف. بسم الله، هذا هو الكغاتا ديالنا، نتمنى يعجبكم، وديرونا تعليق واشتراك، والله يعاونكم وتبقاو على خير ان شاء الله.